سمعت عن مؤتمر كوب 27 اللي هيتعمل في شرم الشيخ؟ السمع ان انا في قريب في في مؤتمر بيتعمل، بس هو مسمى ايه بامانه لا ما اعرفش، ولا مين اللي مشارك فيه، ولا مين اللي مشارك ولا فيه ولا حاجه. بامانه هكذب عليك يعني. هم عايزين يرجعوا الارض خضراء تاني عشان الجو يتحسن. هو ده بقى ده اللي فهمته، ده اللي فهمته من الموضوع. انا ما عنديش فكره عن المؤتمر اصلا، يعني انا سمعت انها هتعمل بس مش عارف بقى هيقولوا ايه فيه، فلسه ما اعرفش، بس اكيد هيتكلموا عن المناخ. يعني هيتكلموا عن سلام مؤتمر مناخ، هيتكلموا عن المناخ. ده ايه ده؟ طبيعي. ايه ده؟ انت بتضحك عليا. تقريبا ان هيبقى في معرض حاجه زي كده، ما اعرفش في معرض تقريبا، ما اعرفش والله حاجه زي كده. معرض ايه؟ ما اعرفش. مجمع الدول كلها عشان يتكلموا في تغيرات المناخ ويحطوا القوانين الجديده، وفي مواد معينه لازم نستعملها ونخفف من الانبعاثات بتطلع زي الكربون داكسيد والحاجات دي وزي طبعا زي ما ابتدينا نعمل ان احنا نحط غاز في العربيات، عربيات كتير جدا بتمشي بالغاز، وفي كمان موديلات اتعملت كتير عشان نعمل الكلام ده. فطبعا بعد كل اللي عملناه السنين اللي فاتت دي كان مستحق جدا ان احنا نستضيف المؤتمر ده عشان نبدا نتحط على خريطه الناس اللي هي عايزه تنقذ كوكب. تقريبا مؤتمر دولي بيتعمل كل سنه، بس اول مره اسمع ان هو بيتعمل في مصر. يعني بسبب التغير الغريب اللي حصل دوت في المناخ فعملنا المؤتمر ده عندنا، يعني المفروض ان هو هيتعمل في مصر يعني، ودي حاجه خطوه كويسه يعني عشان هيبقى في دول كتيره قوي هتيجي عندنا، فاكيد هيناقشوا بقى الموضوع بشكل اوسع. يعني اعرف ان هو دول كتير مهتمه بيه، ان هو مؤثر على كل الدول، ومؤثر ان في دول ابتدت انهار تجف وهو الاخر، فلو هم ما اهتموش دلوقتي في خسائر ماديه، خسائر محاصيل، حاجات من هذا القبيل، فهتاثر عليهم كدول وكرؤساء لازم يجوا يشوفوا المواضيع دي.